بالفعل حسن جو على باقي الأندية الوطنية، بالتالي ما عندوش صعوبة كبيرة عبد الحق بن شيخة باش يعني باش يتعرف على الفريق الجديد، لأنه كان كيتبع البطولة بأدق تفاصيلها. بالنسبة لي هو لما تسلم ما عندوش مشكل، كيعرف كل شيء شادو فهاد الأندية الوطنية، وخاصة الدفاع الحسن اللي كيرجع ليه بعد 6 مواسم ديال الغياب، كيرجع من جديد لقيادة الدفاع، ولكن وفق مشروع جديد هذه المرة، مش المنافسة على القاف العام الأول كيف ما جاء، وإنما فقط لإعادة البناء وتكون فريق تنافسي اللي يمكن يرجع لواجهة من جديد في المواسم المقبلة. بالنسبة للميركاتو كيف قلتي ساري، يعني فريق الدفاع الحسن الجديد قبل ما نتكلم من الميركاتو، لأنه اليوم غياخذ مع الربعة العشية ثاني مباراة ودية، لو بعد ما فاز المباراة الأولى أمام نادي أمام شباب حتى سوال من نادي شباب السالمي، فاليوم عنده مباراة ومحك تجريبي هام حقيقي أمام فريق الجيش الملكي، وكنعرفوا الجيش كيدربها عبد الرحيم طالب اللي هو المدرب السابق ديال فريق الدفاع الحسن الجديد. كيف قلنا هذه ثاني مباراه وديه اللي كياخذها الفريق الجديد في المعسكر الاعدادي المغلق اللي كياخذه منذ تقريبا 5 ايام بالمركز الدولي للمصارعه في جديده، عنده 4 ديال المباريات وديه لعب مع النادي السلمى فازوا بجوج زيرو، اليوم غيلعب مع الجيش الملكي في 4 ديال الاشياء بالجولف الملكي بالحوزيه. بالنسبه للاعبين اللي الفريق الجديد كي ديجا دار مان بري كونترا، ولكن مازال كيخضعوا للجريبه حتى يعطي اشاره ديال الضوء الاخضر، يعني الفوفير هو غادي يعطيه المدرب عبد الحق بن شيخه. كاين موكوكو عمالي، هذا قدم الاوراق الاعتماد ديالو بينا، لانه يمكن عبد الحق بن شيخه والطاقم التقني اقتنعوا بواحد التسعميه كبيره لاريير دروا ديال فريق موتيمان بيمبي. بالنسبه للاعب ديال كونغو برازافيل ستانيسلاس انكار، حتى هو تجرب في الماتش ديال الشباب السالمي، مازال غيخوض اختبار اخر اليوم مع الجيش الملكي. دونك هادو جوج لاعبين ديجا كانوا جاو تقريبا اكثر من شهر ونص، سبقوا بن شيخه في الجديده وكانوا كيدربوا مع جمال الدين عمالة، ولكن اللي غادي يقدر يحسن فيهم هو عبد الحق بن شيخه. هادو جوج لاعبين نقدروا نقولوا قراب بالنسبه لفريق الدفاع الحسن. كذلك الكاميروني ميكي ميونغا، هذا مدافع جا باش يعوض اكادو مكتار في صراع الدفاع الحسن الجديد لسوء حظ، لان ثلاثه لاعبين سالت لهم كونترا بثلاثه كيلعبوا في نفس البوست اللي هو بوست حساس اللي هو في اللاكس، لا اكردوم ولا هدودي ولا الموريتاني بكاري موساندي اللي مشى للدوري الاسباني الدرجه الثانيه. فهادو الجديدات حقيقه يعني هذا هو الصداع، لانه في الراس هو انهم يحاولوا يلقوا حل هذا البوست هذا، وما يجي حل الا من اعماق القاره الافريقيه، يعني من الكاميرون. ميكي ميونغا هو اللي غادي يقدر يكون معاه تجربه ديال اللاعب اللي قادم من سريع واتزم اللي هو اللاعب محمد الجعواني، هادو هما اللي قدروا نشوفوا ثنائي ديال ميكي ميونغا مع الجعواني. كاين كذلك مهاجم وهداف ديال 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 ناميبيا ديال البطوله الناميبيه ايزاسكار كوغيغاب، هادو السميه ديالو، هادو 22 عام هداف ديال فريق اللايف فيترز اف سي اللي كينتمي للدوري الممتاز، مارك 24 بيت في 28 مباراه العام اللي فات، يعني يا ريت انه بالنسبه للدفاع الحسن اللي يحل المشكل ديال الهجوم اللي عانى منه الفريق الذكوري في الموسم الماضي. شفنا الدفاع تدافع اكثر مما تهاجم، بدل انه ما ماركوش بيوت بزاف، اذا كل امل معقود على ايزاس كاركو غيغاب. ما غادي جا في الماتش ديال السوالم ولكن ما لعبش لانه عنده شويه حاسس بحاجه في ليزاديكتور، دونك غالبا اليوم عبد الحق ما يهامش بيه باش ما تكونش الاصابه تكون بالغه ويولي لعام ديجا مسيني هو بيسي، فغيقدر يخليه حتى الماتش الثالث اللي غيكون مع فريق شباب المحمديه نهار 11 في هذا الشهر. اذا طنزاني السن ديالو صغير، سميتو شامبو رشيد محمد، هذا زيد 99 2000، هذا رجاي من الدوري السويدي القسم الثاني، كانت هو هداف مارك 25 بيت، كاين الهداف سارة إيك فريج طابيا، هذا الفريق ديال اللي كان فيه اللاعب التنزاني زوينة اسميه عنده شامبو رشيد محمد، هذا ديجا جديدة عندهم الحق يزيدوا أن إترونجي جديد، لأن عندهم لاعب الكونغولي إيفاسو جوناثان مازال عنده الحق يبقى في لا ليست ديال ليسبور يستافد منه الفريق الاول، دونك يتزاد معاه طنزاني اللي غادي يعوض المواطن ديالو نيكسون كيباباجي اللي مرشح انه مشي بريتريش للفريق يوسفيات فرشيد. تلاحظي معايا لانه جنسيات مختلفه، ها طنزانيا ها الكوت ديفوار ها الكاميرون ها كونغو برازافيل ها كونغو الديمقراطيه ها ناميبيا،
يعني قال دول ديال افريقيا جنوب الصحراء كلها جات عند الدفاع الهزيمي كيجربهم المدرب عبد الحق بن شيخه. كاين لاعبين محليين ولكن ماشي كثار، لاعب سابق ديال الصطاد وخاص شي تجربه قصيره في سلطنه عمان امين علاف اللي حتى هو مازال كيخوض تجربه مع فريق دفاع الحسجدي، الى جانب اللاعب سمير بن عمر اللي جاي من الدوري الالماني القسم الثالث، هذا حتى هو قدم اشارات قويه انه جاهز لاعب باش يكون مع الفريق الدكالي كوم اريال غوش. اذا تقريبا الدفاع ناشط على مستوى يعني التجريب في انتظار التوقيع الرسمي مع هاد اللاعبين، ونوافي كيف عود المستمع الكرام يعني بالمسائل الرسميه. المهم هادو اللي ذكرنا كلهم صار قيد التجربه وان كان عندهم في بري كونترا مع فريق الدفاع الحسجدي. اذا عاود نذكروا صار ونختم على ان الدفاع ثاني مباراه وديه هاد العشيه في الرباط العشيه في الجولف الملكي بالحوزيه مع فريق الجيش الملكي تحت قياده المدرب جيد القادر عبد الحق الشيخ.